بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآونة الأخيرة ظهرت فئة من الناس تتحدث عن التجديد وتجديد الخطاب الديني، وماذا ينبغي على الدعاة أن يفعلوا وأن يتواكبوا مع العصر وما شابه ذلك، بيد أنه وقع في يدي كتاب قيم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بعنوان بيان أثر الاجتهاد والتجديد في تنمية المجتمعات الإسلامية. هذا الكتاب أصله رسالة أو بحث أعده سماحة الشيخ الخليلي حفظه الله للمشاركة في أحد الندوات التي طلب منه أن يشارك فيها. الذي أريد أن أقوله أن الشيخ في هذا الكتاب تحدث عن الاجتهاد وشروط المجتهد وغيرها من الأحكام المرتبطة بالاجتهاد، ثم بين الفرق ما بين الاجتهاد والتجديد، ومن يصلح لأن يكون مجتهدا ومن يصلح لأن يكون مجددا، وما المقصود بالتجديد. بعد كلام طويل لسماحته في هذا الموضوع خلص لنتيجة حول التجديد أو تجديد الخطاب الديني بقوله، وسأقرأ لكم نص كلام سماحة الشيخ. يقول: ومما سبق يتبين أن التجديد على نوعين: تجديد في مجال الدعوة والإصلاح بمحاربة البدع وقمع الفساد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مما يجب أن يتعاون عليه الجميع، إذ لا ينحصر فرضه في الفقهاء دون غيرهم، ولا يتوقف على بلوغ مرتبة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، وإنما على العامة أن يسلموا قيادهم لعلمائهم المخلصين في ذلك، وأن يتبعوا توجيهاتهم ومراشدهم حتى يكون قيامهم بهذا التجديد على بصيرة. هذا تجديد. وتجديد في مجال الإفتاء والفقه، وهذا مما يطلع به الفقهاء المتمكنون من الدراسات الشرعية القادرون على استنباط الأحكام من أدلتها، فهو موقوف بلا ريب على الاجتهاد، إذ لم يكن للجهلة أو أنصاف الفقهاء أن يقحموا أنفسهم في هذا الأمر، وإلا كان ما يفسدونه أكثر مما يصلحونه. هذا ومما يدخل في تجديد الدين تطوير وسائله التي تدعو إليه وتبليغ رسالته وتكشف مضامينه وتظهر حججه ودلائله وتدفع عنه الشبه التي يحيكها أعداؤها، فإن لكل عصر وسائله، وقد كان السلف الصالح يعنون بإبلاغ رسالة هذا الدين وإبراز تعاليمه بكل ما تسنى لهم من وسائل، كإقناع الأفراد والخطابة في الجماهير وبعث الرسل والكتب ونشر الدعاة بين الناس، ثم عمدوا إلى التدوين إلى أجل تخليد هذا العلم وتيسيره حتى تتعاقب الأجيال عليه، ولم يعلوا جهدا في كل ما يمكن أن يحقق النجاح في أجل هذه الغاية النبيلة. ولا ريب أنها وسائل ناجحة آتت أكلها كل حين بإذن ربها، ولكن الدهر يأتي كل يوم بجديد، والحياة كما قلنا تتطور باستمرار، فقد استجدت وسائل أخرى أصبحت الوسائل السابقة بجانبها بدائية متخلفة، فلو جمد الدعاة والفقهاء على تلك الوسائل وامتنعوا من استغلال الوسائل المستحدثة كالصحف والطباعة والنشر والإذاعة المسموعة والمرئية والبريد السريع والشبكة العنكبوتية وسائر الوسائل المتطورة بدعوى أن هذه بدع وأنها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولا في عهد أو في عهود التابعين ومن بعدهم، لظلوا متخلفين، وسبقهم أصحاب الهمم الذين يعنون بنشر أفكارهم ومبادئهم بمسافات
تفوت جميع المقاييس. لذلك كان على الأمة الإسلامية أن تكون أكثر حرصا على تطوير وسائلها لنشر دعوتها وبث علومها فيما بين الناس، وأن تستغل كل جديد لذلك. هذا نص كلام سماحة الشيخ في قضية التجديد، وكيف على الداعية على الإنسان بوجه عام أن يواكب التطور ويواكب هذه التقنيات ويستخدمها في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.